الحديث النهاردة كتير عن مصر. الحقيقة مصر بقواها المختلفة. كنا من شوية بنتكلم على الدفعة الجديدة التي تم تخريجها من أكاديمية شرطة، وقلت إنها قوة صلبة أو سوليد، قوة قوية تضاف إلى رصيد هذا الوطن. لكن القوة كي تصبح ذكية فلابد أن يكون معها قوة ناعمة، والإعلام هو أهم القوة الناعمة في أي وطن في أي مكان، علشان خاطر يتم استثمار القوة الصلبة على الأرض بشكل ذكي وبشكل فاعل وبشكل قوي، هو تعظيم لموارد الدولة الموجودة. على أي حال دعونا نتحدث عن أهمية الإعلام، فكرة الإعلام ومعالجة الإعلام للقضايا المختلفة. معي هنا في الاستوديو دكتورة سماح المحمدي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. مشرفاني، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا صباح الخير وكل سنة وانت صباح الخير وحضرتك طيب وبخير. الإعلام مر في مصر بفترات متفاوتة ومختلفة، أدى أدوارا إيجابية في أوقات كثيرة، أدى أدوارا مختلطة في أوقات أخرى، وعاد مرة أخرى ليمارس دوره في دعم الوطن. أصبح الإعلام بشكل كبير هدفه أنه مصلحة الوطن، مصلحة المواطن، مصلحة الدولة، وكلها أمور لا تنفصل، كلها ترتبط ببعضها البعض. دور الإعلام في المجتمعات اللي زي مجتمعاتنا ماذا يمكن أن يؤدي؟ جميل جدا طبعا المقدمة اللي حضرتك قلتها دي، وانت لخصت فعلا سنوات يمكن على مدى 10-11 سنة اللي فاتوا عن دور الإعلام وما قام به. الإعلام له أدوار هامة جدا لا يمكن أبدا أبدا أن نستغنى عنه داخل المجتمع، لكن للأسف ربما في بعض الفترات يعني هناك بعض برضو القنوات وبعض وسائل إعلامية قد تؤدي أدوارا لا نقول سلبية، ولكن نقول يعني أنها تنقصها بعض المهنية وبعض المصداقية، وأنها لا تراعي مصلحة الوطن. في خلال يمكن السنوات الأخيرة 3-4 سنوات الأخيرة عادت مرة أخرى دور الإعلام ليبرز بشكل أكبر. ويمكن أكتر حاجة تلفت نظرنا هنا إن إحنا لما بننظر للدراسات الجديدة اللي اتعملت عن أدوار الإعلام وتأثيراته، هنجد أن التلفزيون بيعود بقوة مرة أخرى بعد أن كانت يمكن من سنتين بنتكلم على ان شبكات التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا بقت هي المصدر الاساسي للمعلومات عند المواطنين. حضرتك فاجئتيني دلوقتي، لان انا فاهم ان دور التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي عمال يتنامى على حساب التلفزيون والصحافه. وده حقيقي فعلا، ده حصل في خلال السنوات الاخيره فعلا. السوشيال ميديا بدا يبقى ليها دور كبير جدا، متواجده بقوه، الناس بتحصل منها على المعلومات. لو دخلت اي مكان وسالت انت بتجيب معلوماتك منين، هيقول لك عن طريق الموبايل. من خلال يمكن السنه ونص الاخيره اكتر من دراسه قدمت بتؤكد، يمكن منها بحث اخير انا بقوم باعداده حاليا، ان المصدر الاساسي دلوقتي اللي بيحصل منه الناس على المعلومات حينما يبحثون عن المصداقيه والمهنيه والمعلومات الصادقه، يعني المواطن العادي اللي بيحب بلده اللي عايز يحصل على معلومة صحيحة مش على شائعة، عاد مرة أخرى التلفزيون ليحتل المكانة الأولى. فعلى سبيل المثال مثلا نحن نتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة وإطلاق الجمهورية الجديدة، اللي يمكن لفظة الجمهورية الجديدة لو وجدناها كشعار على كل القنوات، الناس سمعت عن الجمهورية الجديدة ويعني إيه جمهورية جديدة ويعني إيه مصر داخلة على جمهورية تانية مع بروز دور أو المشروعات القومية الكبيرة اللي اتعملت خلال الفترة الأخيرة واللي كلنا بنشعر بيها ونراها في كل مكان. المعلومة الأساسية اللي حصل عليها كانت من خلال التلفزيون وقنوات التلفزيون المصري، سواء كان قنوات حكومية أو قنوات خاصة. إذا نجع بقوة التلفزيون يمكن دوت من خلال كمان إن في الفترة الأخيرة يمكن خلال السنة ونص الأخيرة التلفزيون اتطور بشكل كبير، بقى عندنا برامج بتقدر إنها تجذب المواطن مرة تانية. في نفس الوقت كمان المواطن بقى عنده درجة من درجات الوعي، أن ليس كل ما يقدم على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى اليوتيوب يعكس واقع ما يحدث في مصر، لكنه يؤثر. يعني بطبيعة متابعتنا حتى لو أنا عارف أن ده مش صح، لا بتأثر بيه. يعني زي ما بيقولوا كده، ما فيش دخان من غير نار، فالناس من هذا المنطلق تقولك ما هو أكيد في حاجة برضو، وزي ما حضرتك بتقولي بيرجع يتأكد. لكن في أوقات كتير طبيعة المتلقي أنه كسول، يعني أنا مش هروح أتأكد من كل معلومة، اللي بسمعه حتى لو أنا عارف أنه كذب قد يرسخ جوايا، ودي مشكلة السوشيال ميديا. ودي مشكلة السوشيال ميديا، وعشان الناس يمكن بقى عبدأ، وأنا أشعر دايما أن المواطن المصري، ويمكن لأن أنا بتعامل دايما مع طلبة الجامعة يوميا يعني وأعداد كبيرة منهم، ودايما بحب أدردش معاهم وشوف معلوماتهم عن إيه وبيجيبوا معلوماتهم دي منين، بقى في درجة عالية من درجات الوعي. أن إحنا لو أنا عايز أحصل على معلومات أنا بحصل عليها من مصادر موثوقة. أقول لحضرتك حاجة، الصحف وأنا تخصصي صحافة، لكن لازم أقول حقيقة فعلا أن الصحافة تراجعت بشكل كبير جدا جدا جدا. يعني مثلا لما
سالت انا كنت عامله يعني بقى عملت دراسه على 400 من الشباب من 18 ل 40 سنه. معلوماتكم عن العاصمه الاداريه الجديده وعن الجمهوريه الجديده ومعلوماتكم كمان عن المشروعات القوميه بتجيبوها منين؟ رقم واحد كان التلفزيون، وهو على فكره ما كانش بالنسبه لي نتيجه صادمه او جديده او انبهرت بيها، لا ده طبيعي لان اكتر وسيله بتتكلم عن العاصمه الاداريه الجديده المشروعات القوميه افتتاحيه رئيس الجمهوريه ليها بتقدم يوميا في التلفزيون. انا انبهرت بالنتيجه لاني كنت يعني الصحافه موجوده لسه حتى في الالكترونيا، بس تراجعت بشكل كبير، بس الكترونيا لا لا اتحدث عن الصحافه الورقيه. الصحافه الورقيه الصحافه المطبوعه للاسف تراجعت بشكل كبير جدا كمصدر. صعب قوي دلوقتي ان تلاقي حد اصلا، ودي حاجه نادره بفرح لما بشوفها، ماسك الجورنال وبيقراه الا كبار السن. ممتعه جدا، هي جزء من يعني جزء من تكوين الانسان. لو انت اعتدت انك تقرا مثلا صباحا يوميا لازم تجيب جورنال الاهرام او مصر اليوم او بتجيب الاخبار، لكن دلوقتي احنا بقينا بنستتل، بقى جينا النسخه PDF او ندخل على النسخة الالكترونية. الواقع بيقول للأسف ان حتى الدخول على المواقع الالكترونية للصحف قل بشكل كبير، لكن دلوقتي الناس بقت متوجهة بشكل اكبر للتلفزيون، ثانيا لشبكات التواصل الاجتماعي. هذا يسعدني عشان احنا بنشتغل في التلفزيون، يعني ان نكرس اكثر لده. طيب دور ما يسمى بالاعلام التنموي، خاصة اننا نتجه في مصر الى مفهوم التنمية المستدامة، التنمية التي تظل، مش اعمل حاجه وتخلص او يخلص صداها بعد سنتين ثلاثه. مبادره حياه كريمه على سبيل المثال اللي يمكن كل الناس سمعت عنها وكل الناس عارفاها، لو سالت اي حد يعني ايه مبادره حياه كريمه هيقول لك تنميه المجتمع المصري وتنميه الريف المصري، ان احنا سمعنا عنها منين؟ من خلال وسائل الاعلام بشكل اساسي. ده شكل من اشكال التنميه المستدامه ورؤيه مصر الجديده، مصر والجمهوريه الجديده، ان احنا ننمي المجتمع. تنميه المجتمع مش معناه ان انا بنقل الناس من اماكن عشوائيه غير آمنة وديهم سكن ملائم في مكان أفضل، لا، هو سكن وحياة. أنا بحاول أطور الحياة التي يعيش فيها هذا المواطن. معلش لما عايشة في مكان عشوائي ده هيأثر على قيمي، معتقداتي، اتجاهاتي ناحية المجتمع، وناخد بالنا من الجزئية ديت اللي يمكن في أفلام كتير ومسلسلات كتير كانت بتعكس الجانب ده. اللي لما عايش في مكان عشوائي عادة، وده أمر منطقي جدا وطبيعي، اتجاهي نحو وطني ربما يكون سلبي بعض الشيء، لكن لما انقلك من هذه المنطقة العشوائية أنا بغير ثقافتك، بغير اتجاهاتك، بنمي عندك حب الوطن، إحساسك بالانتماء، إن هذا الوطن خدمني في إنه أخدني من مكان سيء أو يعني لا يليق بمواطن ونقلني في مكان أفضل بكثير. طيب هنا أنا بسمع كل الحاجات دي، بسمع عنها منين؟ بشوفها فين؟ وناخد بالنا أنا مش بسمع بس، ولا بقول ان في مبادرات جديده وفي مبادره حياه كريمه وفي قضاء على العشوائيات في مصر، لا، انا افتتاحات رئيس الجمهوريه اللي بتتم بشكل دوري احنا بنشوف بالصوت بالصوره بالفيديوهات، بنسمع بودننا ارقام عن هذا التقدم الهائل اللي حصل في مصر خلال الفتره الاخيره. على فكره والله ده مش كلام انا بقوله يعني في التلفزيون، ده واقع. بتستبقي اسئلتي، لانه ما ورد في ذهني دلوقتي ان انا اقول لك نقلنا للمشروعات التنموية والمشروعات القومية الكبرى اللي بتحصل. يعني الحقيقة الناس ابتدت تقول هو معلش الرئيس كل يوم بيعمل حاجة، ما شاء الله، سواء يعني ده حقيقي. في اليونان تاني يوم أنا في أكاديمية شرطة بعمل كذا، ومشروعات قومية وتنموية وافتتاحات كثيرة. هو كل هذا الحجم من المشروعات موجود على أرض مصر؟ هو حضور الرئيس بيبرز هذه المشروعات، يعني ناهيك عن مسألة الجهد، يعني ده موضوع يعني آخر يضاف، لكن بكلم على كمية المشروعات. نقل وسائل الإعلام لذلك هو ده الدور الأساسي بيفيد المواطن دلوقتي. في إيه؟ هو ده الدور الاساسي لوسائل الاعلام دلوقتي. يعني في خلال الثلاث سنوات الاخيره مثلا كنا بنسمع الكثير من الشائعات، حتى مع بدايه اطلاق بناء العاصمه الاداريه سمعنا كلام كتير جدا على ان هي سوف تكون مكان للاثرياء فقط او للاغنياء فقط، انها احنا ننقل موظفي الدوله وناخدهم وهنرميهم في العاصمه الاداريه. الواقع حينما تم افتتاح المشروعات وجدنا ان مش هي دي الرؤيه السلبيه خالص، بالعكس، العاصمه الاداريه الجديده واحده من اكبر المدن الذكيه. احنا في مصر ما كانش عندنا مدن ذكية قبل كده، كانت موجودة في الدول العربية كتير وفي دول أوروبا، في دول بره مصر طبعا، في دول أجنبية، لكن ما كانش عندنا حاجة اسمها مدينة ذكية، ما كانش عندنا حاجة اسمها مدينة خضراء، يعني أنت تبقى عايش في مكان الخضرة حواليك في كل مكان، كل شيء فيه بقى فيه تحول رقمي عالي. يعني إيه؟ أنت عايز أي خدمة مش هتنزل تخلص أوراق بتاعتك، أنت هتخلصها بطريقة إلكترونية. إحنا عرفنا المعلومات دي كلها منين؟ إزاي وصلت لنا؟ عن طريق نقل وسائل الإعلام، وخصوصا بأكد هنا جدا على دور التلفزيون
التلفزيون لهذه المشروعات العملاقة. دلوقتي الناس ما بقتش بتسمع بودانها عن المشروعات، هي بتشوفها بعينيها، مش بس من خلال افتتاح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ليها، لا، انت لو ماشي دلوقتي في اي مكان يوميا يمكن بتجد ان هناك مشروعات جديدة بدأت او قامت على ارض مصر. هو ده اللي بقوله، المسألة مش العاصمة الإدارية بس، المسألة انه يعني حتى في وقت من الأوقات ظن الناس انه احنا بنعمل مجتمع جديد وسيهمل المجتمع القديم، القاهرة انها لن ستترك مهملة عشان ابتدي بقى على نظافة، لانه الناس بتفكر كده فعلا. لا، ده حتى كل الأماكن العشوائية فيها مشروع النهاردة. بالظبط كده، أهمية ده، أهمية إبراز أيضا أنه بقية مصر مهمة وبقية مصر بتجري فيها أعمال التطوير زيها زي المكان الجديد. هو الإعلام دوره إيه أساسا جوه أي مجتمع؟ يعني ألف به كده إعلام، إن أنا بخلق حالة من حالات الوعي للمواطن، يعني إيه؟ بنقله الصورة الواقعية، بنقله الحقيقة، بعرفه. ممكن الدولة تعمل إنجازات كثيرة جدا جدا جدا، لكن المواطن إذا لم يرى هذه الإنجازات من خلال وسائل إعلام مهنية وعندها مصداقية وعندها وطنية وعندها إحساس بالمسؤولية المجتمعية ناحية هذا المجتمع، لو الناس ما شافتش دوت عن طريق قيام وسائل الإعلام المختلفة بدورها، وأنا بقول هنا المختلفة مش بتكلم بس على التلفزيون وبرامج، كمان الراديو، وكمان لازم الصحافة يبرز ليها دور أكبر وتحاول تجذب المواطن مرة تانية إنه يقراها مرة تانية. لو الإعلام ما قامش بهذا الدور التوعوي، ثق تماما إن المواطن أصلا مش هيبقى عارف أي حاجة، هتبقى الدولة في وادي والمواطن في وادي آخر. لكن اللي حاصل في خلال الفترة الأخيرة هو ده اللي برو يعني أبرز دور الإعلام بشكل أكبر، ومرة تانية بقينا نشوف عدد من المذيعين الشباب المجتهدين بيقدموا افتتاح رئيس الجمهورية للمشروعات المختلفة. ولازم هنا أثني بصراحة على الإعلاميين اللي بيبقوا موجودين في عملية التغطية، قد إيه هم عندهم ثقافة وعندهم علم وعندهم قدرة على فعلا إبراز هذا الدور الكبير للدولة. أنا بعمل مشروع، لكن أنا كوسيلة إعلام أنا طالع عشان أغطي المشروع ده، يعني إيه؟ أقول للمواطن اتفرج على بلدك بيحصل فيها إيه؟ لا يوجد أبدا أي إهمال للقاهرة القديمة أو العاصمة القديمة الموجودة حاليا، والدليل على ذلك كم المشروعات العملاق والطرق اللي بيتم إنشائها وتجديدها يوميا، واللي احنا يوميا بنعدي عليها وبنشوف بنقول ما شاء الله، هو كل ده حصل في البلد خلال الفترة الأخيرة. احنا فعلا عايشين عصر الجمهورية الجديدة. يعني هذا كلام يعني لا لبس فيه ولا شبهة مجاملة على فكرة، لأنه يعني من يظن أننا نتحدث قد يقول أنه ما احنا لازم نقول كده، لا، اللي عايش واللي بيجي حتى كمان من بره، يعني عايش بره وبيجي يشوف بيقول لا، هي مصر، انا عندي قرايب يعني بيجوا، لا، مصر بتتغير كل سنه او بيجي كل، لا، الدنيا اتغيرت تماما في المنطقه اللي هو ساكن فيها، مش في مناطق محدده، وده يمكن عبقريه اللي بيحصل على ارض هذا الوطن. طيب، الاعلام، هناك ما يسمى بالاعلام التنموي، يعني اشراك الناس كمان في المنظومه، لانه الناس ليها برضو حياتها، يعني انا شايف هذه الانجازات انا مبسوط بيها، لكن عايز ده ينعكس على حياتي، كيف يكون الاعلام مفيدا في حياة المواطن نفسه؟ ما انا لما بنقلك اللي بيحصل جوه المجتمع بتاعك او جوه بلدك، التقدم اللي بيحصل، يعني مثلا في خلال سنوات سابقه كان هناك مثلا محاولات يعني القضاء على العشوائيات لكنها لم تفلح على الاطلاق. ليه؟ انا هسيب مكاني ليه؟ واسيب بيتي ليه؟ واسيب حياتي ليه؟ هذه الحياه عشوائيه غير امنه، دي اماكن غير امنه بالنسبه لكم. زمان ما قدروش ان هم يعملوا هذا النقل، انما حاليا لا، الكثير من المناطق العشوائيه تم القضاء عليها تماما واتنقلوا المناطق افضل. تفتكر دوت تم بالاجبار ام تم بالاقناع؟ ان المواطن اقتنع، انا اقتنعت ان انا سوف تكون حياتي افضل. هو اقتنع ازاي؟ عن طريق الدور التنموي اللي بتلعبه وسائل الاعلام حاليا في انها تنقل الصوره الحقيقية بدون شبهة مجاملة على الإطلاق. لابد أن تتعاون مع الدولة حتى ننطلق إلى جمهورية جديدة وتكون مصر فعلا دولة من الدول المتقدمة. رئيس الجمهورية قال قبل كده، هل أنتوا مستعدين أن أنتوا عشان الدولة تكون أكبر وأن مصر تبقى أم الدنيا فعلا أن أنتوا تتعبوا؟ هل أنتوا مستعدين ده؟ وقبلنا هذا التحدي وفعلا المصارحة، لأنه أكيد هناك، عشان الواحد يعمل حاجة عظيمة هناك ثمن ما لابد أن يدفع. المسألة أكيد. المسألة مش وليدة أن كل حاجة هتفضل زي ما هي وماشية بنفس الطريقة ونوصل لنتيجة مختلفة. يعني كان قادة سابقين كانوا لا يقومون بهذا الدور على الإطلاق، قصة المكاشفة والمصارحة، وأن أنا أشرك المواطن بتاعي في عملية التنمية. أنا عايز أنمي المجتمع، فأنت لازم هتتحمل بعض العبء إلى حد ما تمام، لكنك ستشارك في هذه التنمية وسوف تجني ثمار التنمية، وده اللي بنعيش في حاليا. كمان في مبادرات للتخفيف من أثار
النهاردة بالظبط يعني كده. يعني يعني تكافل وكرامة، حياة كريمة وغيرها، الحاجات دي مهمة، وإبرازها أيضا يعني انها توصل للناس في الاعلام، والاهتمام ايضا بالجوانب الصحيه، ان اهتم بصحه المواطن والكشف على المواطن. لو انت عندك مرض انا هقدر ان انا اقدم لك ادويه. على فكره الحاجات دي ما كانتش موجوده في مصر خالص قبل كده، والله نحن نقول نجامل، لكن هذا هو الواقع. الاعلام لو ما قامش بدوره بانه يلقي الضوء على هذه المشروعات القوميه الكبرى، بصراحة يبقى الإعلام هنا لا يقوم بدوره في خدمة المجتمع أبدا، ولا وهو ليس إعلام، مش الإعلام وطني في الحالة دي. عمل إيه كورونا يا دكتورة؟ غير 100 مليون صحة، غير مبادرة الكشف عن يعني هي الناس اقتنعت منين إن هي تلبس الماسك؟ الناس اقتنعت منين اللي كان عندهم رعب رهيب إن أنا آخد الماسكين؟ مش كله، بنسبة كبيرة يعني، هتلاقي حتى الآن وحتى الأماكن مثلا يبقى فيها نسبة عالية جدا من الحصول على الفاكسين بتاع كورونا قبل، يعني ممكن يكونوا تخلوا بعض الشيء. تخيل إنه الدولة تقول يا جماعة تعالوا طعموا، تعال طعمه بالمجان مستنيينكم، او تعالوا يعني واحجزوا وتعالوا. لو 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 كان يعني في الاول الناس اعتقدت انه هيجي بعض ارقام من الجرعات ويبقى بالواسطه بقى ما حدش هيلحق، لا الاعلام اعتقد انه ابرز الدور ده للدوله. عشان كده انا بسال حضرتك عن عمل ايه في كورونا. قدم كمان جانب مهم جدا من الرسائل الاقناعيه. تمام، والجانب الاقناعي ده اصله عندي هنا مهم جدا جدا. انا لما اقدم، لما اتكلم على مثلا الحصول اللقاح بتاع الكورونا وسير عليه الكثير من الشائعات، السوشيال ميديا مليانه شائعات، وهناك بعض البرامج على فكره يعني للاسف ممكن تتكلم عن الموضوع بنوع من انواع الخوف او اثاره الخوف لدى المواطن، فطبيعي جدا ما انا اخاف على نفسي. كمان في صفحات اساسا على السوشيال ميديا شغاله بس عشان تقول لك اوعى تاخد الفاكسين، انت مش متخيل بعد كده انت هتتحول الى ايه، او حالات وفاه وما يعني اثاره حاله من حالات الزار. لكن الاعلام قام بايه؟ الاعلام قدم رسائل توعويه كتيره جدا عن اهميه الحصول على الفاكسين. الاعلام عمل برامج استضاف فيها رموز من المجتمع، الناس بتثق فيهم، اتكلموا على ايه جوانب الايجابيه للحصول على اللقاح. طب يا ترى في جانب سلبي؟ هو ذكروا كمان الجانب السلبي. دايما الرسائل كانت بتاعت وسائل الاعلام قديما والتلفزيون بالذات كانت بتبقى احاديه الاتجاه، يعني ايه؟ بقول لك الفاكسين ده زي الفل، جميل جدا، رائع، لازم تاخده. لما لازم اقول لك حاجه على فكره، هو ليه جوانب سلبيه. دي بقى اسمها ايه؟ انك ما تحاولش تقنعني بطريقه غير منطقيه، لا انت لازم تديني كمان ان في جانب سلبي. ايوه، ربما تشعر بالحراره وربما تشعر ببعض الارهاق، في بعض العوامل يعني هتحس بيها. لو انت مريض ما ينفعش تاخد مثلا الفاكسين ده، تاخد لا نوع تاني. هو مين عرفنا كل ده؟ من خلال برامج التلفزيون اللي هادفه فعلا، اللي بتقدم توعيه حقيقيه، اللي بتجيب اطباء متخصصين، ونحط تحت كلمه متخصصين علامات كتيره جدا. ما ينفعش تجيب لي مواطن عادي يقول لي انا خدت الفاكسين وما حصليش حاجه. ايوه على فكره هتاثر بكلامه بعض الشيء، لكن لما تجيب لي دكتور متخصص ويقول لي ايه ايجابيات الحصول عليه، انا هقتنع بشكل اكبر. بمعنى ان التلفزيون دلوقتي او برامج التلفزيون بقت بتشتغل بطريقه علميه، في تخطيط علمي. لما اجي اعمل حلقة على الهواء او اقدم حلقة للمواطن، بجيب ناس يقنعوه. احنا دايما بنبص على مين الاسم ده وتخصصه ايه، لو هو متخصص في هذا الجانب انا بثق في الكلام بتاعه. جميل. خلينا اسألك بقى، بما ان هذه هي المعالجات وانت تعملين في مؤسسة اكاديمية لتخريج الدفعات الجديدة من الاعلام، هل تعتقد انه الجيل الجديد مؤهل اعلاميا انه يستلم المسيره، ان يقود المسيره، ان يبدع؟ لانه كمان الاعلام بيتغير بالمناسبه. يعني حضرتك، انا 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 شايف ان حضرتك يعني ادينك متحيزه للتلفزيون، وانا مبسوط بده على فكره. والله الصحافه يعني بس يمكن دي نتائج يعني الاخيره الكلام حاليا على المعنى ده. جميل، هذا امر رائع، لكن اللي جاي اكيد رايح ناحيه السوشيال ميديا، ومفهوم الاعلام هيتغير. يعني ده اصبح على شك فيه. الطلبه الجداد بتلمسي فيهم حاجه مختلفه يمكن ان تجابه المسؤوليات المقبله؟ هو الطلبه الجداد اللي انا بتعامل معاهم دلوقتي سواء لسه في سنه اولى او الخريجين على مستوى عالي جدا جدا من الكفاءه. يعني دعني اتكلم عن في اطار المؤسسه التي اعمل في اطارها حاليا. بشكل كبير جدا احنا بنهتم، هي نماذج متكرره يعني بغض النظر عن المؤسسات، في معظم الكليات لكن الطلاب هم الطلاب في اي مكان. لازم نقول دلوقتي ان احنا كل اساتذه الاعلام في مصر بيواكبوا التطور قدر الامكان، دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، انا مش بس بديله معلومات او كلام نظري هيتعلم بيه، انا بهتم بتدريب الطالب. يعني ايه تدريب الطالب؟ يعني الطالب من عندي من سنه اولى هيدخل دورات تدريبيه يتدرب على اعلى مستوى ازاي يواجه الكاميرا، ازاي يبقى قاعد. مش بتكلم على المنظومه التعليميه، انا بتكلم على نوعيه الطالب الجديد. يعني انت هل تجدي نوعيه مبدعه؟ يعني انا عايز اطمن على الاجيال المقبله. انا اجد نوعيه مبدعه بشكل ان انا بتفاجئ
ان طالب لسه داخل كليه الاعلام عنده هذا الابداع في دماغه، فاهم يعني ايه اعلام، فاهم يعني ايه وسائل اعلام، فاهم يعني ايه السوشيال ميديا وهستخدمها ازاي او هستفيد منها ازاي. بصراحه بيقدموا لنا افكار مبدعه جدا، ويمكن دليل على ذلك كم الهائل من مشروعات التخرج اللي بتقدم سنويا في كل اقسام كليه الاعلام في مصر تكون. ومبدعه جدا ودايما على فكره عندهم احساس بالحس التنموي، بمعنى احنا عايزين نعمل مشروع تنميه عن المراه المصريه مثلا مسانده ليها، عايزين نعمل مشروع تخرج عن ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع، ازاي المجتمع لازم يتعايش معهم ومش يتقبلهم، لا يحطهم على راسه. تاثروا باتجاه ومسيره الدوله بالظبط كده، يعني هذا وجد اثر لا ويجد بعض الله. مثلا المشروعات الاخرى بتلقي الضوء على اماكن في مصر لا يعلم عنها احد، تشجيع برضه على نوع من انواع تشجيع السياحه في مصر. طمنتينا على اللي جاي يا دكتوره، ودايما يا رب اللي جاي احسن، يعني نتمنى ان كل اجيال جديده تكون احسن مننا بكتير كمان لصالح هذا الوطن. شرفتينا يا دكتور. شكرا لك. اهلا دكتوره سماح المحمدي استاذ الاعلام بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لوجودك معانا، وكل سنه وانت طيبه وحضرتك طيب. شكرا جدا. ومشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فلدينا المزيد بعد هذا الفاصل.